كيف يمكن أن تختزل مسيرتك الفنية في قصر؟ بديت بالكونسرفاتوار، بديت بالموسيقى، تعلمت العزف على آلة القانون، ولو غرامي الغناء في الآخر، وبعد كملت بعد شوية على الفن، ورجعت في التجربة اللي بعدها اللي هي شنو بعد الفن عليها؟ بعد الفن يعني في القراية وكذا، لين جات فرصة برنامج سوبر ستار باش رجعت معناها، جا برنامج سوبر ستار شركة مشيت لهم وفقنا ربي فيه وتوا هذي الحال. يمكننا أن نعرف عن أمي نسيت بعيدا عن الفن واش قرارتك اللي تحب؟ واحد شيء قرأ قصيت عليها مع سوبر ستار ما نعرفش تقول ما نعرفش اللي هو لين بي واخد لي وقتي 100% بإخر إصداراتك جديد وكأمينيا أولي قلب معدل مش فان 2011 يا فان 2011 لا بعرف ديبيوت 2012 بيه جستمون قلبي معد الأغنية أخذت صدر كبير لماذا اخترت التراث المغربي في حين أنه كان من أجدر عن أن التراث المغربي صحيح معلومة معقولة جدا لكن الاختيار يعني ما كانش الفكرة أنه مش نختاروا البريز نحن مش نختار مين البلاد يعني الكونتورز تاع المغرب أو غيره نحن الأغنية كي سمعناها نحن في الإدارة تغرمنا بها ناس كلهم غنوا فيها وحابة مسبح الليل هذا علاش معناها مش هيصير معناها خدينا حقوق نتاعها سجلناها يعني ما كانتش استراتيجية هي أنه نحن معناها نعملوا بريز الوقت هذاك لازم تكون فيها شوية حظ من هذه الحكاية. بيه قديش من أغنية في رصيدك إلى الآن؟ كم من ألبوم؟ في رصيدي 4 أغاني. اللي هم يسلمني جمالك. وصبرك علي. ويحميك الرب قلبي معك علاش هذا البطء في الجي كيكا في الاصدارات على خاطر مش سهل انك تلقى اغنيه معناها ناجحه تنجح بها الفايده مش بالكثره الفايده في نجاح الاغاني اللي نزلهم والحمد لله انه الاغاني نزلناهم الكل صدروا المره الاولى في الاذاعات التونسيه أو الإذاعات العربية الكبرى زادة أو التلفزيون زادة الحمد لله. ماذا عن ألبومك الأول؟ لا ماما كملش كمل ألبوم. ألبوم فما سيدي يعني اللي هو أبار معناها سيدي بريز يعني عادي ما عندكش ألبوم لا ألبوم لا جوست دي سينجل باهي جوستومون هذاك السؤال لماذا طالع معناها هي في ألبومك الأول؟ بحكم بون احنا قاعدين نحضر فيه في بالي تحضر فيه فوالا قريب يكمل بون الوقت ما عندناش وقت يعني اللي باش نحضر فيه الألبوم نستنى في الفرصة الباهية يعني كمل الألبوم مش معنى نشوف يعني الوقت الباهي يعني تلاقوا الأفكار السياسية ولا أمنية؟ كلها أمنية وسياسية وغيرها مش كافية تونس الحكاية هذي يعني زي ما تكون بين تونس والبر احنا عنا أغاني توا في سوريا معناها إذا مش عارف نسجلوا واخدينهم من خلال الثورة اللي توصلت سوريا وخدينا أغاني وبدينا فيهم وقصينا معناها مع الثورة اللي توصلت سوريا وتونست بها من الحاجات اللي معطلة الألبوم يعني كيف أغاني مصرية زاد يعني هو كوكتيل أغاني مصرية في أغاني تونسية مش كوكتيل هو أغاني معناها هو ألبوم أغاني مزيج أغاني مصرية لبنانية تونسية لبنانية تونسية مصرية خليجية نوعا في شوية كأول ألبوم مش الناس تسمع معناها الأغاني الكل تونسية زادة أي بطبيعة الحال لماذا اخترت أن يكون أول ألبوم لك إعادة أغاني بعض الفنانين الكبار في الوردة وعبد الحليم؟
والله الحاجة هي تميزت بها أنا أنه الأغاني الترابية القديمة، وهالشيء هذا اللي عرفته من أيام نفسي كارستاني يعني بتغني في الأغاني الترابية في البرنامج هذا، وكانوا نزلوا لي يعني سيديات مترزة يعني عاودوا لي شارجمون مترزة سيديات وبيعوهم يعني أغاني ترابية وسيدي مشي بالكدا. دونك حبيت قلت علاش ليه نعمل سيدي أنا ما نختار الأغاني اللي حاب عليهم ونعبدهم يعني الأغاني الترابية عليهم.